اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني مشاهدينا يؤسفنا أن نبدأ بهذا الخبر المحزن اللي عن جد هز الأردن، والكل عم يدعي لها الأم الصابرة اللي فقدت كل عائلتها، زوجها وأبنائها، وعم يدعي لهم بالرحمة وهم قد أدوا مناسك العمرة وكانوا عائدين إلى منطقة تواجدهم في الإمارات. إذن وفاة 5 أردنيين من عائلة واحدة بحادث سير في السعودية. في التفاصيل مشاهدينا أنه تعرضت عائلة المواطن الأردني مالك أكرم علي خرمة لحادث سير مروع في المملكة العربية السعودية، وذلك في طريقهم إلى الإمارات بعد أدائهم مناسك العمرة. طبعا يعني وفق الناشطين اللي تداولوا هالخبر على مواقع التواصل الاجتماعي من عائلة سواء المتوفى أو عائلة الزوجة التي بقيت على قيد الحياة، إنه هالحادث أدى إلى وفاة رب الأسرة وأطفاله الأربعة أكرم، مايا، دانا، وديمة، ونجاة زوجته التي أصيبت بجروح متفاوتة، حيث وصفت حالتها الصحية بأنها جيدة، فيما تم إخلاء الوفيات ونقل المصابة إلى مستشفى الملك فهد في منطقة الهفوف في المملكة العربية السعودية. إذن مشاهدينا، أيضا وزارة الخارجية الأردنية تتابع إجراءات نقل جثامين العائلة الأردنية التي توفاها الله بحادث السير في السعودية بالأمس إلى الأردن، سيتم نقلهم جوا. بالتأكيد مشاهدينا، باسم قناتنا واسم فريق برنامج بيتكم عامر وباسمكم جميعا، أكيد بنقدم تعازينا الحارة لعائلة يعني هذا الزوج وعائلته اللي توفاهم الله، ونقدم تعازينا أيضا للزوجة المكلومة ولعائلتها، رحمهم الله جميعا وجعل مأواهم جنات النعيم، وربط الله على قلب الزوجة وقلب الأم، أم هذا رب الأسرة الذي هو كما علمنا وحيد أهله أيضا. فيعني سبحان الله مشاهدين، هذا مصاب جلل وابتلاء، وللصابرين أكيد على الابتلاء أجر عظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ربط الله على قلوبكم ورحمة أمواتنا وأمواتكم. إذن مشاهدينا، هذا حول الخبر الصادم حول وفاة هذه العائلة. نذهب مباشرة إلى خبر حول أو من وزارة الزراعة اللي بتنسق مع 15 مبادرة مجتمعية لوقف هدر الغذاء. إذن تواصلت وزارة الزراعة مع نقابة أصحاب المطاعم وجمعية الفنادق الأردنية للاستفادة من الطعام اللي بيزيد في مؤسسات لديها عضوية فيها وإعادة تدويره أو توزيعه، وفق رئيسة قسم المنظمات ومقررة اللجنة الوطنية للأمن الغذائي ندى إفريحات. قالت إفريحات إنه الوزارة لا تزال مستمرة في العمل ضمن مبادرة لا لهدر الغذاء اللي أطلقها وزير الزراعة، وزارة الزراعة، في تشرين الثاني عام 2022 وبالتنسيق بين الجهات المعنية. طبعا تسعى وزارة الزراعة في إطار الجهود الرامية لتحسين إدارة هدر الغذاء في الأردن إلى تعزيز حوكمة إدارة الهدر عن طريق إنشاء مظلة وطنية لتعزيز قدرات المبادرات التي تعنى بإدارة هدر الغذاء بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي. يعني مشاهدينا، أكيد الخبر كما دائما نقول في تفاصيل كثيرة، وإحنا يعني بدورنا ما بدنا نمللكم بالتفاصيل أو إنه حتى يعني لا يدركنا الوقت، لكن إحنا بنعرف كلنا قديه لما بنروح على مناسبات فيها مثلا بوفيهات مفتوحة أو فيها أو على مؤتمرات أو يعني فعاليات مختلفة أو في المطاعم، قديه بزيد أكل، وهذا الأكل إحنا ما بنكون عارفين وين بيروح. فبالتالي مثل هاي المبادرات وإنه فعلا يعني هدر الطعام احنا نقدر نتحكم فيه، وانه يروح ل في ناس كثير ما ملاقيه تاكل، وفي عائلات عن جد بتشتهي مثل هذا الطعام. فمبادره صراحه رائعه واكثر من رائعه. واشار طبعا مشاهدينا وزير الزراعه ورئيس مجلس الامن الغذائي خالد الحنفات انه لدى الاردن هدر كبير جدا في الغذاء، لا يتناسب مع دولة تعاني من قضايا اقتصادية صعبة، موضحا أن الطعام المهدور في الأردن يصل لحوالي 1,000,000 طن
تخيلوا قدير رقم كبير، مبينا انه كميات الهدر في الغذاء وفق دراسات سابقة تصل الى 950 الف طن سنويا، بتشكل 30% من غذاء الاردنيين وتعمل على هدر 50% من حلقات الانتاج. طبعا هذا مشاهدينا مهمتنا جميعا، حتى احنا في البيوت كمان لازم نتحكم في كمية الطعام اللي احنا بنعمله لأسرنا، وحتى لو زاد وكان عندنا ولائم او عزايم او مناسبات كمان نكون حريصين انه الطعام اللي بيتبقى وبيزيد يروح للناس المحتاجة ضمن هالمبادرات. واذا سألنا حنلاقي كثير في جمعيات بتستقبل مثل هاي المواد اللي بتكون زائدة عن الحاجة. طيب بدنا نروح مشاهدينا لخبر مهم جدا، يعني هالعنوان اللي بدأ ب هل أنت مراقب، نقطة خضراء لا تتجاهلها أبدا على شاشة هاتف أندرويد. اللي لفتني مشاهدينا لهالموضوع إنه فعلا أنا من فترة بشوف إنه في نقطة ضاوية على التليفون، وإذا بتنتبهوا بتكون موجودة على طرف التليفون. طبعا الخبر بيحكي انه هل لاحظت من قبل وجود نقطة خضراء في اعلى شاشة هاتفك الاندرويد؟ اذا كانت الاجابة بنعم فعليك الحذر، فقد تكون علامة تحذير من ان شخصا ما يراقب تحركاتك. وتعد النقطة مؤشرا على ان تطبيق ما يستخدم المستشعرات الموجودة على هاتفك الاندرويد، اما المايكروفون او الكاميرا، ومن الممكن انه تظهر لاسباب بريئه تماما. على سبيل المثال اذا كنت تستخدم تطبيق مسجل صوت او تجري مكالمه، يعني اذا كنا عم نجري مكالمه او عم نستخدم تطبيق مسجل الصوت، هاي النقطه من الطبيعي انها تضوي لانها هي اصلا يعني هي للمايك او للكاميرا. ولكن إذا رأيت النقطة الخضراء ولا تعرف سبب وجودها، فقد تكون علامة على وجود تطبيقات برامج تجسس على هاتفك. وبحسب طبعا موقع الديلي ميل البريطاني، فمن السهل تحديد التطبيق اللي عم بيستخدم ميكروفونك في هاي اللحظة وبيكون سبب في أنه تضوي هاي النقطة الخضراء. طبعا قال جيمي أكتار الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لكايبر سمارت، بحسب ما نقلت عنه الديلي ميل، في معظم الأوقات لا داعي للقلق بشأن هالنقطة الخضراء، ولكن إذا كنت تشك في أنه يتم التجسس عليك فيجب أن تتصرف بسرعة، وعادة لا تقلق من رؤية اللون الأخضر على شاشة الهاتف. هلأ مشاهدينا إحنا عادة بننزل تطبيقات وبتطلب إذن منا إنه هي بدها تفوت على المايك أو على الكاميرا، وإحنا بنعطيها الإذن عشان ننزل التطبيق. هون بصير إنه هاي التطبيقات فعلا بتستخدم الهاتف وبتستخدم الكاميرا فتضاء النقطة الخضراء، فبالتالي بدنا ننتبه ونعرف إذا كانت هاي التطبيقات اللي عم تستخدم أو فعلا في تطبيقات تجسس على هواتفنا وعم بتراقبنا وبتتابع تحركاتنا. إذا القضية بحاجة لإن نكون منتبهين وعارفين، وإذا في حواليكم ناس خبراء بهاي الأجهزة، عادة أبنائنا شاطرين بهاي المواضيع، فنسألهم ويعني نعرف منهم إذا كانت هاي الإضاءة بصورة طبيعية أو لا. طيب بدنا نروح مشاهدينا لخبر غريب ورائع في نفس الوقت، ويستحق منا أن نحيي هؤلاء النسوة اللي قاموا بهذا الفعل العظيم. نسوة يحملن الطوب ويصعدن به بين مسالك جبلية وعرة لبناء مسجد في إحدى قرى المغرب العربي. فما القصة بهالفيديو مشاهدينا وهالمشاهد الجميلة لهالنسوة صاحبات الهمة والعزيمة واللي بيبتغوا الأجر من رب العالمين؟ من خلال هالفيديو حنتعرف على القصة وتفاصيلها، نتابع مع بعض. لقطة الإخوان فعلا تقشعر لها الأبدان، هادو هما النبوءات الأطلس الحقيقيين، هذه هي مثال للمرأة المغربية الصبورة اللي كتصبر مع رجلها في السراء والضراء وتكبر وليداتها ومبادرة للخير بدون شروط ومزايدات. مغربيات يحملن أحجار البناء على ظهورهن ويصعدن به في الجبل لبناء مسجد في قرية أمندار النائية، متحديات الدروب الجبلية الوعرة. قد ما كانوا الصعوبات قد ما كان الأجر كثير. أكرمك الله، ما يحفظكم الله.
أكثر من 100 امرأة تطوعن لنقل الأحجار مسافة قدرت ب 300 متر من المكان الذي صفت فيه مواد البناء إلى موضع المسجد في قرية أمندار الأمازيغية بضواحي مدينة مراكش. في مشهد وثقه صانع المحتوى المغربي أمين منير وأثار إعجاب رواد التواصل الاجتماعي وأشادت به الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان التي أرفقت منشورا لها بوسم تحية للمرأة المغربية الحرة بأمثالهن يفتخر المغرب. إذن مشاهدينا أكيد يعني دائما المرأة بقوة عزيمتها لما بتكون واعية وملتزمة ومحافظة وصاحبة رسالة أكيد بتبهرنا بفعلها، وهذه هؤلاء النسوة نموذج على فعلا المرأة اللي تسعى لرضا رب العالمين. ودائما سبحان الله يعني الإعلام يصور المرأة على إنها هاي المرأة اللي يعني ناعمة واللي بس بتسعى وراء الموضة وراء الجمال وخلف أمور كثير يحب أن يظهر المرأة فيها. للأسف لكن النساء العربيات المسلمات هن نماذج للمرأة القوية صاحبة العزيمة اللي إلها رسالة في هالحياة وبتأديها. فتحية للمرأة المسلمة ولهؤلاء النسوة. إذن مشاهدينا بدنا نروح لمختارتنا الرابعة لليوم أو الخامسة، وهي حول منفذي عملية الخليل بالأمس، واللي أكيد من الأمس وإحنا نتابع أخبار هالعملية وفرحنا جدا بها. والد وعم منفذي عملية الخليل اللي بيقول إنه بنفخر بأبنائنا وإنه مشاهد قمع المصلين والاعتداء على النساء والاغتيالات في الضفة هي اللي تدفع أبنائنا لهذه العمليات البطولية. خلينا نتابع جزء من الكلام اللي تحدث فيه والد وعم الشابين ونرجع لنحكي بعض التفاصيل عن العملية. اللي صار يا سيدي العزيز، اجى الجيش وصار يطخ في الليل عنا، بعد ما عاد ساعة من ساعة على نص ساعة وهو يطخ، قال شنتير اطلعوا كله برا، طلعنا برا ما بنعرفش شو في يعني ولا بنعرف شو اللي صار، احنا سمعنا انه صار عملية، فلذلك طلعنا برا احنا، كتفوا ايدين الشباب، اخذوا اللي هو ابن محمد وابن اخي سقر. بقول لاسرائيل انه اسرائيل تغير من سياستها، لانه الاحداث اللي عمالها بتصير في جنين والاحداث اللي بتصير في الاقصى من ترويع للشباب، احنا النساء عندنا كمسلمين في عقيدتنا هذول خط احمر، والله الحمد لله رب العالمين، والله انا كابن اخي وابني ما بعرف عنهم الا كل خير، من شغلهم للضر ومن الضر للشغل، هذا كل اللي بعرف عنهم يعني. احنا في عقيدتنا وفي ديننا، في عقيدتنا وفي ديننا هذا احنا بنعده عمل جهادي وبنفتخر فيه. كل مليون اب بتمنى يكون ولد زي ابن محمد وزي ابن اخي صقر. يا سيدي احنا بنفتخر في اولادنا برضه، مش يعني بنعرف اولادنا، لا هذول اولادنا والحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل. فمش بس اولادنا يعني، مش بس اولادي ابني وابن اخي بيتاثروا في الاحداث اللي بتصير في جنين وفي طول كرم وفي الاقصى، لا كل انسان بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله بتاثر في الاحداث اللي بتصير. وفي شيء ابن 6 سنين اليوم بيعرف اللي قالت ومعتصمه، اللي قالت ومعتصمه، احنا في عقيدتنا اذا بالتاكيد مشاهدينا تحيه لابطالنا ابطال المقاومه في الضفه في فلسطين، وهالشابين اللي اكيد قاموا بهذا العمل البطولي والذي ادى الى مقتل مستوطنه واصابه مستوطن اخر باصابات خطيره. وبنلفت طبعا هم من عائله الشنتير وكان السياره فيها طفله، وهم تجنبوا اطلاق النار على الطفله حتى ما يؤدي طبعا تؤدي هذه العمليه الى مقتل اطفال، لانه ديننا يامرنا بان لا نقتل الاطفال. فبالتالي تم القبض عليهم في جنين، وعلى أساس إنهم يعني هم اللي قاموا بهاي العملية. لا يزال طبعا الإعلام الصهيوني يقول أنهم متهمين، ف يعني نتابع بالتأكيد أخبار هؤلاء الشبان وندعو لهم بأنه ربنا يحفظهم ويثبت عائلاتهم. وأكيد هذه العمليات يعني نفخر بها وبمن ينفذها. آخر مختارة مشاهدينا ضمن مختاراتنا لليوم حتكون حول ذاكرة أطفالنا، وكلنا بنسعى إنه نحسن ذاكرة الأطفال ونعززها ونعطيهم الأغذية اللي بتأدي لأنهم فعلا يقدروا يركزوا خاصة مع بداية العام الدراسي. خلينا نتعرف على أهم الأطعمة والأغذية اللي ممكن إنها تساعد أبنائنا في تحسين ذاكرتهم وتعزيز هذه الذاكرة.
إذا مشاهدينا يعني أكيد بنتمنى إنه فعلا نركز على هاي الأنواع من الأغذية بالإضافة للأشياء اللي بيحبوها الأطفال، لكن هاي يكون لها الحصة الأكبر أو الحصة الأكبر ضمن وجباتهم الغذائية. إلى هنا مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية مختاراتنا لليوم. حنروح للأستاذة منى فتحي صالح وصراع الأبناء بنزاع الآباء. متابعة طيبة.